صفوان مدير وعمر معنا صديقان منذ الطفولة، الأول يعمل في مجال الضيافة والفنادق والآخر يعمل في الاستثمارات الناشئة. في لحظة ما يقع الثنائي في غرام الإبل ويقرران ترك حياتهما المستقرة للانطلاق في مغامرة غريبة للبحث عن الإبل في 10 مدن سعودية. الرحلة تم توثيقها في نتفليكس في مسلسل رحلة البحث عن الإبل. اليوم يملك عمر وصفوان مزرعة وشركة متخصصة بالإبل. من الرياض انضم إلينا موفد صباح العربية زميل ليث بزاري برفقة أبطال مسلسل رحلة البحث عن الإبل. صفوان وعمر يسعد صباحكم جميعا، إيش هذه الأجواء الحلوة والخضار والربيع والجمل؟ أدينا القصة يا ليث. صباح الخير ريم، صباح الخير لجميع المشاهدين. نعم نحن هنا في هذا المنظر مثل ما حكيتي خضار، نحن لا نبعد كثيرا عن الرياض، ساعة بالضبط بالسيارة عن الرياض. وطبعا مثل ما حكيتي رحلة البحث عن الإبل أو كامل كويست كما تقال بالإنجليزية على نتفليكس، الشباب موجودين عمر وصفوان. خلينا نبدأ معهم رأسا بالأسئلة، وأنا كتير على فكرة يعني عشت معهم أيام أثناء التصوير بنحضر لتقرير عن الموضوع، ولما عشت معهم اكتشفت أشياء ما كتير منا بعرفها عن الجمل، عن الإبل وعن تربية الإبل وتاريخ هذه سفينة الصحراء اللي بنشوفها خلفي هلأ في هذه المنطقة. وطبعا يعني اكتشفنا أشياء كثيرة. أول شيء بدنا نسأل الأقرب عمر جنبنا. عمر يعني كيف إجتكم هاي الفكرة تتركوا لوس أنجلوس، تتركوا سويسرا وتتركوا أعمالكم وتفوتوا في هالمغامرة الشيقة؟ والله هي جات فكرة صفوان في 2020، شاف حاجة في التويتر، شاف عظمة في عالم الإبل، فقال هذه فرصة لازم نقتنمها اقتصاديا وتراثيا. فبما أنه إحنا رواد أعمال فنطينا على الفرصة بسرعة. نعم صح. بس هاي الفرصة ليست بسهلة، لازم كان عليكم أهم شيء أنه تتابعوا وتدرسوا هذا العالم، العالم الفريد إذا بنقدر نحكي الكلمة صفوان. طبعا إحنا بنعيش في عصر استثنائي مليء بالفرص، وقطاع الإبل فرصة واعدة جدا للاستثمار فيها، ناهيك عن الحب الذي نتج بيننا وبين هذا المخلوق الموروث العظيم. البحث عن المعلومات وعن السلالات النادرة وعن أندر أنواع الإبل كانت رحلة شيقة جدا. لم نستسلم، لو استسلمنا كنا وقفنا من زمان، لكن اكتشفنا بكل ما تعنيه الكلمة المعنى الحقيقي لقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. صدق الله العظيم، دعوة الخالق سبحانه للنظر لهذا الموروث العظيم تدل وتخلينا نتعلم أسراره اللي فعلا فعلا تبهر العالم. هلا في شغلة امبارح لما كنا بنصور بالقصيم بالمزرعة اكتشفت، تخيلي ريم، انه عندما وصل صفوان وعمر الى القرب من الإبل كان في طبعا قافلة إبل، رأسا اقتربوا وكان في هيك حميمية واقتراب وحضن للإبل من طرفكم. ايش هذا؟ هذه حنية الإبل، يعني احنا طبعا ملاكها غير رعاتها، ولينا فتره قبل رمضان ما شفناها، ففي اشتياق بيننا وفي كونكشن بيننا وبين الإبل. فلما شافونا واحنا شفناهم كانه الطفل ما شاف اهله من زمان. فهذا هو هذه الحميميه. نعم. هلا انتوا قاعدين طبعا مشروعكم بيكبر، مثل ما شفنا مزارع ما شاء الله في مناطق مختلفه في منطقه جده في القصيم وفي مناطق اخرى في المملكه، ولكن يعني كيف الواحد بيقدر يكون يتابع امور الابل؟ كيف ممكن تكونوا هلا اكيد في مزارعين يقومون باطعام وعلى العنايه بالابل، ولكن التحدي كيف انكم تحافظوا تكون نوعيه مميزه من هالابل؟ طبعا في انواع مختلفه من هذا الحيوان الصحراوي. طبعا زي اي تجاره لازم التاجر او البزنس مان يكون دائما على راس عمله. التكنولوجيا سهلت كثير من هذه الامور،
في متابعة الأعمال في العصر الحالي احنا عايشين فيه. دورنا أنا وأخوي عمر في شركتنا شركة إبل البحر الأحمر التي تقتني هذا العدد من الإبل والمزارع، أنه نضيف التكنولوجيا اللي تساعدنا في متابعة الأعمال وتساعدنا في تطويرها والبحث عن طرق لأنه يكون فعلا كيان اقتصادي متكامل يدر ويحرك الاقتصاد. نعم. نعم. خلينا نرجع لريم، بتوقع في عندها كليب بالفعل. رائع بالفعل. أنا قاعدة أستمتع في هذا الحوار والقعود اللي وراكم ومنظر الإبل الجميل وهذا الخضار، وهذا يعني صراحة يعني اختيار موفق هذا الاستثمار في الإبل، ليش لا، أنا أتمنى ذلك. ولكن كمان خلينا نشوف هذا البرومو لمسلسل رحلة البحث عن الإبل. جمال جمال وقف. هل أنتم مستعدين لمغامرة ما شفتوا مثلها من قبل؟ أبطالها أعز الأصدقاء. شو بترحب فيك؟ أوه والله نفس الصوت اللي تسويه. مغامرة كلها حماس وتشويق وإثارة. عمر انتربرنور اند ستارت اب انفستور بلوس انجلوس كاليفورنيا. صفوان مدير واحد من اهم الفنادق بجدة. صديقين غير عن كل الاصدقاء تركوا كل شيء في سبيل الحلم الاكبر، مهرجان لجمال الابل. لكن ما عندهم اي فكره كيف يوصلون لحلمهم. حلاقي ابل يعني حلاقي ابل. انه مشوار زي كذا تخيل لما انسان ما بيني وبينه العشره اللي بيني وبينه. صراحة ممتع جدا هذا المسلسل والأحداث اللي عايشينها فيه، وقد إيش استمتعتوا يبدو في رحلة البحث. طبعا أنا أعرف إنه يعني المهتمين بالإبل وكذا يقولوا البل، ما يقولوا الإبل يقولوا البل على طول يعني، فهذا شيء جديد وجميل بالنسبة لي. أبغى أسألهم صفوان وعمر إنه يعني خلال رحلة البحث هل قابلوا ناقة جميلة إبل جميلة، وكم كان سعر أغلى إبل قابلوها في حياتهم؟ سمعت السؤال؟ لا. تسأل ريم هل قابلتوا ناقة جميلة وكم سعر أغلى ناقة اكتشفتوها أو أثناء جولتكم يعني اقتربتوا منها أو حاولتوا يمكن تشتروها أو تنضم للمزارع تكون جزء بالمزارع عندكم؟ شوف، أجمل الحلال وأجمل الإبل موجودة أو تجتمع كل سنة في شهر ديسمبر في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاني الإبل. طبعاً نحرص أنا وعمر على الحضور لهذا المهرجان عشان نشوف فين وصل الزين في الإبل، لأنه فعلا إحنا زين علنا إنه بإذن الله سوف نشارك في المهرجان في عام 2030. من هنا 2030 جالسين نخطط، وإذا لقينا ناقة حلوة ممكن نشتريها، لكن حابين نعتمد على إنتاجنا وإنتاج المزارع اللي عندنا. نعم، بس في شغلة مهمة برضو ريم، إنه ما تنسي إنه عام الإبل السنة يا عمر. فعلا عام الإبل، والحمد لله إحنا لينا في الإبل دحين 3 سنين، وزي ما تقول الحمد لله ربنا يعني سخرها انه تكون احنا اشتغلنا فيها وعددنا نفسنا وتعلمنا فيها، ودحين صار اصبح عام الابل، فزي ما تقول كل شيء دخل في وقت صح. الحمد لله. على كل حال ريم الحمد لله. ريم على فكرة انت شفتي مقاطع على اللي عرضناهم بالكليب عن النتفليكس او رحلة البحث عن الابل، بس صدقيني الشباب بعدنا مش شاربين حليب الناقة الصبح بكير بعدها هون بالرياض. اهم شيء بس انت شربتي يا ليث ولا لا؟ كوميديا بالموضوع، يعني اكتر مرة بتمتع بالتصوير شربنا حليب الناقة بالقصين، ولكن اليوم بعد ما شربنا. على كل حال اللي عجبني بالموضوع الفكاهة والكوميدية عند بروح عمر وصفوان، كان يعني من أجمل الأشياء اللي صورناها في بضعة أيام طبعا، وكان هيك لقاء رائع معهم. يعني هلأ هم بعدهم راكزين هادين يعني هادين الصبح، بس طيب بعد ما نشرب حليب الناقة لازم والقهوة نشرب الناقة أكيد رح يختلف والقهوة والتمر والأشياء اللذيذة هذه. لكن ما جاوب على سؤالي، أغلى إبل أقتنوها في مزرعتهم كم وصل سعرها؟ صحيح ما جاوبتوا على القسم الثاني من السؤال. أغلى إبل جبتوها أو ضميتوها لمزرعتكم كم كان سعرها؟ إحنا أغلى حلال اشتريناه وضميناه يعني مبلغ كبير، يعني ممكن تقول فوق
فوق الست أصفار. أيوة. نعم طبعا الإبل أسعارها أكثر من كذا بكثير. الإبل الجميلة توصل أسعارها 10 و20 مليون، وإحنا بنسمع وبنشوف الأرقام طبعاً اللي بيتم إعلانها في المهرجانات أو سواء المشترى لكبار رجال الأعمال، فبنسمع أرقام خيالية، وهذا لحاله دليل على حجم هذا الاقتصاد وعلى حجم القوة الشرائية في قطاع الإبل. بس اللقاء مع الإبل صدقيني ريم، يعني لما الشباب وصلوا على المزرعة لا يقدر بثمن. عندما كان هناك الاحتضان بين عمر وصفوان وبعض الإبل، كل واحدة لها اسم، أعطونا أسماء الإبل الموجودة عندكم. طبعا عندنا فاتحة، وعندنا حلية، الله، وعندنا عافية، سلام، وإيش كمان عندنا؟ مين أصدقائكم المقربين من هل ذكرهم عمر؟ عمر. فاتحة هي أول ناقة اقتنيناها. الناس يسألنا ليش سميتوها فاتحة، لأنه في لها قصة لو تتابعوا المسلسل تعرفوها. بس فاتحة تيمنا وحسن ظن أنه حيفتح الله علينا بالخير إن شاء الله، الله وكانت فتح على الحمد لله. أنا قاعدة أشوف يعني هاي ريم هاي الأجواء. على كل حال إحنا بعدنا شغالين على البرودكشن والتحضير التقرير إن شاء الله، بس يجهز رح يكون شيء جميل. أهم شيء إنه يطلع لك شيء أنت كمان إليث قعود صغير كذا أبيض تشارك فيه في مزاين الإبل. ما أنا بدي أخذ معاي إبل نجيبه معنا على دبي، شو رأيكم؟ خلاص في إهداء إبل لنا، خلاص هل على الهواء مباشرة في صباح العرب. أيوة دان بإذن الله. أيوة والله جاتك الناقة يا أستاذ ليد. أنا استمتعت جدا بهذا اللقاء. يعني هاي الأجواء يا ريم، وبتعرف يعني أكثر شيء جميل جدا يعني هذه التغطية. شكرا لك ليث، وأكيد متحمسين نشوف هذا التقرير اللي اشتغلت عليه، وشكرا لضيفيك الكريمين صفوان وعمر، والله يفتح عليهم فاتحة الخير والرزق الوفير بسبب هذه الإبل الجميلة. طبعا كمان نختتم هذه الفقرة بسؤال الناس، هل سهل يعملوا مثل اللي قام به صفوان وعمر إنه يغيروا مسار ومنهج العمل؟ لما الشغلة تعود عليها وتصير تضطر انك تروح على شغلة تانية منك مؤسس عليها مزبوط، حتلاقي كتير صعوبات بوجهك، ممكن ما تنجح وممكن ما تأقلم ممكن ما ترتاح. بالنسبة لي مش غلط، بس انه بحسها صعبة يعني، ما بفضل غيرها طالما انه ناجح فيها يعني والحمد لله. اكيد اذا راتبي منيح حتى يمكن لو مش بشهادتي بدي اشتغل لانه راتبي احسن. تعلم عالدي المصلحة وكبر بدي ارجع يغير من مصلحة لمصلحة، اكيد حيكون صعب عليه. يعني واحد بيكون متأقلم علي، مستمر فيها، تأقلم مع رفقاته مع الجو مع الوضع اللي هو فيه أكيد يكون صعب. وين في محل نحب نخاطر يعني، إذا كان للمستقبل أحسن مدخول أكبر أكيد بنروح عليه.